قضايا التعليم هي قضايا متشابكة ومرتبطة بالوضع السياسي مباشرة، لذلك لابد لرفع هذا الاحتقان والأزمة التي عاشها المغاربة خلال هذه الأسابيع الأخيرة ربطها بفتح الطريق لإيجاد الحلول الحقيقية والجدرية للمشاكل في قطاع التعليم، ولكنها مشاكل مرتبطة بمختلف القطاعات. مثلا كيف يدبر هذا التعليم؟ نجد أن حرمة المؤسسة التعليمية والمؤسسة الجامعية هي منتهكة من قبل الداخلية، من قبل بعض الجهات التي لا علاقة لها بتدبير الحق في التعليم، وهذا يزيد من المشاكل وتتعقد الأمور. فأول حاجة هي تمكين قطاع التعليم من تدبير ذاته بذاته بعيدا عن أي حسابات أمنية أو مصالح لبعض اللوبيات المستفيدة من الأوضاع المتأزمة في التعليم، لوبيات العقار والبناء مثلا، كيف تبنى المؤسسات التعليمية، تزويد المؤسسات التعليمية العمومية بالتجهيزات إلى آخره. هذه اللوبيات ضاغطة وتخلق مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى الاختيار غير الصائب المرتبط بالليبرالية المتوحشة السائدة من قبل السياسات الحكومية في البلاد، وهي التي تريد أن تفرغ التعليم العمومي من أساسه بالتوجه إلى تعليم خصوصي قاصر وغير ملائم لأوضاع البلاد، وفي غالبية المؤسسات التعليم الخصوصي هي مؤسسات للريع ولإفساد القضايا التربوية والتعليم ككل. بالتالي هذا عدة جوانب مرتبطة بقطاع التعليم، وليس المسألة مرتبطة فقط بوجود الأستاذ في مقر الدرس في القسم أو بمستوى التلاميذ، وهو مستوى غير مرتبط بالأستاذ وحده، وإنما هو مرتبط بعدة جوانب مرتبطة بمنظومة التربية والتعليم. أولا تم إفقاد التعليم أدواره التربوية والثقافية والعميقة والكبيرة. ثانيا هناك إصلاحات متضاربة، نجد أن الوزير السابق اختار بعض الاختيارات، يأتي الوزير اللاحق ويسحبها جملة وتفصيلا ويبدأ في تجريب مجموعة من الإجراءات والسياسات في غياب التحاور وفي غياب فرز تلك السياسات من القطاع نفسه، من رجل وامرأة التعليم، من الآباء والأمهات، من التلاميذ ومن الطلبة. هذه كلها اختيارات ينبغي أن تكون مرسخة حتى لا نجد أنفسنا. السلام عليكم، سعيد مخلي عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي. أولا لابد من توضيح السياق العام اللي جات فيه هذه الفئة. هي فئة استأنت بها وزارة التربية الوطنية من أجل تغطية الخصائص الحاصل في الإعدادي والثانوي، بمعنى أنه أساتذة هذه الفئة يتكونون من أساتذة الابتدائي، إطار الابتدائي وإطار الإعدادي، وتم استعانة بهؤلاء الأساتذة لتغطية الخصائص لمدة تفوق 22 سنة، تفوق أقول 22 سنة، وهي مدة طويلة جدا، مدة طويلة جدا، وبالتالي أن هذا الملف عمر طويلا في رفوف الوزارة التربية الوطنية، وهو ملف تتقادفه النقابات والوزارة دون حل حالته وإنصاف هذه الفئة. إذا مطالبنا واضحة. أولا هناك اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات، اتفاق 18 يناير 2022 الذي ينص عليه تغيير إطار لأساتذة هذه الفئة إلى الثانوي التأهيلي. بناء على مجموعة من الشروط التي نرى أنها أيضا شروط مجحفة، ولكن المطلب تغيير إطار هو مطلب الذي وحد أساتذة هذه الفئة. أيضا
من مطالبنا وهو يعني احتساب سنوات الأقدمية في الإطار الجديد. يعني لا يعقل أن الأستاذ يعني المكلف عند تغيير الإطار إلى الثانوي التعيلي يفقد سنوات تكليف سنواته في الإطار القديم أي إطار الابتدائي اللي قد تصل إلى 20 و22 سنة في السلم 11 و12 سنة في السلم العاشر. إذن هذا لا يعقل وليس إنصافا أن يفقد الأستاذ هذه السنوات كلها ويبدأ من جديد بسنتين اعتباريتين في الثانوي. هذا يعني حل لا يرضي هذه الفئة وبالتالي لا نرى أنه غير منصف غير منصف. أيضا من مطالبنا هو الإسراع بإخراج المذكرة المنظمة لتغيير الإطار لأن هذا يعني وزارة وعدت بهذا بهذا الأمر سنتين هذه من 2018 يناير 2022 إلى يومنا هذا لا زال هذا الملف يراوح مكانه ولا زالت المذكرة حابسة رفوف وزارة التربية الوطنية دون يعني أن يعرف هذا الملف يعني طريقه إلى الحل. أيضا من مطالبنا وهو يعني الاحتفاظ بالأساتذة المكلفين بمناصب اشتغالهم الآن أو يعني تعيينهم في مناطق ديال الجد بناء على رغباتهم لأن يعني لا يمكن أن نعتبر أن المكلف بعد تغيير إطاره إلى أستاذ ثانوي يتم تعيينه من جديد أي اعتباره خريج جديد وبالتالي يعني تتقادفه المديريات والأكاديميات يعني إلى أماكن يعني بعيدة عن مكان استقرارهم. إذن ثلاثة ديال المطالب أساسية أولا أجراءات اتفاق 22 يناير 2018 يناير 2022 هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو إخراج المذكرة المنظمة لتغيير الإطار. المطلب الثالث هو أيضا أساسي لا يقل أهمية عن المطلبين السابقين وهو يعني احتساب سنوات الأقدمية في الإطار الجديد وعدم يعني أن لا يفقد الأستاذ أقدميته وأن لا يعتبر يعني خريجا جديدا وبالتالي يعني تحقيقا للإنصاف وتحقيقا للمصالح. تنسيقية الضحايا النظامين تعرض بزاف ديال المظالم ونهضر بالدارجه باش الكل يفهم هذا الملف هذا على ان ملف ضحايا النظامين تعرض لعده محطات ظلاميه. اولا محطه 85 1985 هذا المرسوم حرم رجال التعليم من ولوج مراكز التفتيش ومن مدارس سبير ومن المدارس الإدارية. بعد ذلك صدر مرسوم جوج 854 هذا المرسوم اللي حرمنا من الترقية من تغيير سنوات إلى 10 سنوات وحنا نحن على أبواب تقرير. كاين اللي خرج باقى لي 4 ايام العشر سنوات كاين اللي باقى لي شهر كاين اذا تحرمنا وخرجنا بالسلم 10 بعد نضال طويل صدر مرسوم جوج 19504 اللي كان جميع ضحايا النظامين كما قال العثماني الحكومه السابقه. بعد صدور هذا المرسوم لقينا بان الترقية ابتداء من 1/1/2012 هذا التاريخ لا مرجعية له فأقصينا مرة أخرى ولم نستفيد من ترقية السلم 11. المطالب الآن هي أن جميع ضحايا النظامين يطالبون بالترقية إلى ما قبل 2012 يطالبون بالترقية السلم 11 ابتداء من 1/1/2012 إسوة بزملائنا الذين ترقوا في هذا التاريخ. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.